أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أتى أمر الله فلا تستعجلوه صدق الله العلي العظيم. واحد واحد ثمانية ثمانية. غدا يصادف الذكرى 1188 لمولد نور انتظره الأنبياء كلهم، وانتظرته البشرية، وانتظرته الملائكة بأجمعهم، وانتظرته السماوات والأرضون. الكون كبير جدا، البشر في هذا الكون الكبير الواسع العظيم، البشر أصغر من أن يرى، أصغر من أن يذكر، ولكن مع هذا الوضع للبشر، البشر أكثر وأشد طغياناً وغرورا وجهلا وجهالة من أن يوصف. يكفيه جهلا وجهالة وغرورا أنه بهذا الحجم الصغير والذي هو يدرك أنه صغير في هذا الكون، يعطي لنفسه الحق أن ينكر وجود الله عز وجل.
بعد هذا الجهل، بعد هذه الجهالة، بعد هذا الطغيان، لا تستغرب من البشر شيئا. هذا ينكر وجود الله عز وجل خلص، وهو يدرك أنه صغير وهو يراه. فلا تستغرب إذا رأيت أن جماعات، فئات ضخمة كبيرة حجما عددا من المسلمين ينكرون وجود حجة الله على الخلق، لا تستغرب. البشر هذا وضعه. كم من الأخبار الشريفة، الأحاديث المتواترة التي دلت على وجود الإمام، التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله، والشخص يعتبر نفسه مسلما، يعني تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله، كيف يبين النبي؟ أوضح من هذا كيف؟ بيّن. ومع كل الإخفاء والإقصاء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه الروايات بقيت ولله الحمد في كل المصادر، في مصادر المسلمين كلهم، مع ذلك ينكر. أوضح من الشمس حسب تعبير البعض، أوضح من الشمس وأبده من الأمس، مع ذلك إنكار. تستغرب؟ لا لا تستغرب. الله عز وجل يقول أم على قلوب أقفالها، دليل موجود لكن يوجد قفل على القلب. اجعل الآيات القرآنية الكثيرة التي بيّنت، التي أوضحت، اجعلها جانبا. اجعل الروايات الشريفة المتواترة بأعلى درجات التواتر، بصيغ مختلفة، بعبارات شتى، من زوايا مختلفة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الأرض لا تخلو من حجة، القرآن والعترة لا يفترقان، لا يفترقان يعني ماذا؟ يعني مستمران حتى يرد، حسب تعبير النبي صلى الله عليه وآله، حتى يرد علي الحوض، يعني في كل الزمن، في كل مراتب الزمن، في كل الأوقات، في كل العصور لا يفترقان. متى ما كان القرآن موجودا فأهل البيت موجودون. اجعله هذا على جانب. الروايات الشريفة الواضحة المتواترة بصيغ مختلفة، النبي صلى الله عليه وآله قالها، من مات ولم يعرف إمام زمانه، إذن يوجد في كل زمان إمام. أصلا الروايات عموما نجعلها جانبا. يا أخي عقلانيا فكر، الحكيم هذا مقتضى حكمة الحكيم، الحكيم يجعل مشرفين أو مشرفا، وهذا المشرف تحت يديه مجموعة، وتحت يدي كل واحد من أولئك لعله أفراد أو مجموعات. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم المطلق، من هو المشرف على هذا الكون من قبل الله عز وجل؟ الله عز وجل جعل خليفة، ومن الملاحظ أن خليفة الله عز وجل على الأرض كان من البشر، هذا لا ينكره مسلم. اليوم من هو خليفة الله على الأرض؟
في زمن آدم آدم، في زمن نوح نوح، في زمن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان النبي صلى الله عليه وآله، اليوم من هو؟ لا يوجد، لا يوجد من يدعى له الخلافة من الله عز وجل على الأرض في هذا الزمن إلا الإمام. لا يوجد آخر أصلا، مدعي آخر أصلا غير موجود. يعني المرشح الوحيد، لا أقول المرشح بناء على العبارات التي ممكن أن يقوله، لا يوجد غيره. طبعا هذا تنزلا نقول هو المشرف على الأرض، هذا تنزلا، وإلا هو المشرف، هو المسؤول من قبل الله سبحانه وتعالى على الكون كله، على كل الخلق. الروايات الشريفة عندنا واضحة، هو عين الله، هو يد الله، هو وجه الله. هذه كلمات واردة في الروايات الشريفة، القضية عندنا واضحة، هو عين الله، هو يد الله، هو وجه الله. وغيرها من الكلمات التي تحتاج إلى شرح أيضا، شيء أعظم من هذا. ذاك الفقيه الشاعر يقول: كل ما في الكون من أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول، وهذا جار في كلهم صلوات الله عليه، كل ما في الكون من يمناه جود، إذ هو الكائن لله يدا، ويد الله مدر الأنعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هو فقط مشرف على الأرض؟ لا، هو المشرف على الكون كله، هو المسؤول على الكون كله. الكون يعني كل ما سوى الله عز وجل، يعني كل الخلائق. نقرأ قرآن بسرعة، يحفظون القرآن ويقرؤون القرآن، أين التدبر في القرآن؟ أين التأمل؟ هذه الأرض ذرة في هذا الكون، صحيح؟ الكون تديره الملائكة، هذه الأرض من يديرها مباشرة، من يباشر إدارتها؟ مجموعة من الملائكة. من سادة الملائكة؟ لا، ملائكة من الدرجة، أنا أقول مثلا، يعني لا علم لنا ولا علم لي بذلك، ملائكة من الدرجة 100، من الدرجة 1000 يديرون هذه الأرض. هذه الأرض ذرة في هذا الكون كله. الملائكة درجات كثيرة جدا جدا، لعلي أقول مليارات الدرجات أكثر لعله. يرتفع الملك، يرتفع يرتفع، يصل إلى قمة القمم، قمة القمم، هذه آخر درجة، أعلى درجة في الملائكة، سيد الملائكة جبرائيل عليه السلام. هناك مخلوق أعظم من جبرائيل، هو الواسطة بين جبرائيل وبين الله سبحانه وتعالى. جبرائيل لا يأخذ الأوامر من الله سبحانه وتعالى مباشرة أبدا، الواسطة بين جبرائيل وبين الأوامر التي تأتي من الله سبحانه وتعالى مخلوق آخر، ليس ملكا أصلا، اسمه الروح.
إذا كانت القضية في ليلة القدر أن الملائكة تنزل على صاحب الأمر أرواحنا فداه لتأخذ الأوامر المرتبطة بالأرض وبمن في الأرض وبما في الأرض وبمن على الأرض وبما على الأرض، إذا كانت القضية خاصة بالأرض لماذا جبرائيل ينزل؟ ملائكة الأرض تنزل خلاص، لماذا مخلوق أعظم من جبرائيل اسمه الروح ينزل؟ تنزل الملائكة والروح، لماذا الروح ينزل؟ إذا القضية قضية لإدارة الأرض أخذ الأوامر من حجة الله على الخلق، أخذ الأوامر المرتبطة بالأرض وبمن على الأرض من الجن من الإنس وخلاص، كانت مجموعة من الملائكة التي تدير الأرض تنزل خلاص بس، لماذا كل الملائكة تنزل؟ سادة الملائكة لماذا تنزل؟ لماذا جبرائيل ينزل؟ لماذا ما هو أعظم من جبرائيل ينزل؟ إذن القضية ليست خاصة بالأرض، إدارة هذا الكون كله بما في ذلك العوالم العلوية بما في ذلك عالم الملائكة. نزول الروح ما هو فلسفته في ليلة القدر كل سنة ينزل لماذا؟ إذن القضية أوسع من إدارة هذه الأرض وأوامر الحياة والموت لهذا الشخص ولذاك الشخص والمرض، لا القضية أوسع، كل إدارة الكون التي هي بيد جبرائيل، والشيء الأعظم الذي هو بيد أو ما أعرف ماذا أعبر الذي هو مرتبط بالروح الذي هو أعظم من جبرائيل، كل ذلك يصفى ينقى تؤخذ الأوامر تنفيذ الأوامر السابقة السنة الماضية ماذا صنعنا، كل ذلك ينزلون تنزل الملائكة والروح. هو حجة الله على الخلق، هو المشرف على الخلق، هو المسؤول على الخلق كله، كل الخلق كل مخلوقات الله عز وجل كما يعبرون ما سوى الله استثنى الله، الله هو الخالق، هو خالق الإمام، هو خالق نوره، هو رب الإمام، كل ما سوى الله إدارتهم وإدارتها، الإشراف عليهم والإشراف عليها، مسؤولية الإمام أرواحنا فداه. أصلا جانب آخر، الله عز وجل تلاحظ، لاحظ الآيات القرآنية الروايات الشريفة، الله عز وجل لا يباشر خلق الأشياء من أصغر شيء في هذا الكون، هناك مسؤولون إلى أعظم شيء، من القطرة الواحدة قطرة المطر التي تنزل، ملائكة في الروايات الشريفة ملائكة تنزل القطرة، القطرة الواحدة كل قطرة ملائكة تنزل القطرة تجعلها في موضعها الدقيق، من أصغر شيء القطرة إلى الجنين ومراحل الجنين إلى النباتات إلى الحيوانات إلى اصعد 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 إلى خلق السماء، الله عز وجل ما باشر خلق السماء، لا يباشر شيئا أصلا، السماوات الضخمة، السماء يعني ماذا؟ يعني أصغر سماء هي التي احتوت كل المجرات بما فيها، كم مجرة؟ يقولون أكثر من 500 مليار مجرة توجد، يقولون هكذا، لعله أكثر بكثير الله العالم، أكثر من 500 مليار مجرة، كل مجرة فيها منظومات شمسية بالملايين، المنظومات الشمسية كم؟ شيء عظيم جدا، هذا اسمه كل هذه المجرات، كل هذه الخلق، هذا الخلق كله تحتويه السماء الدنيا، أصغر سماء، حتى السماء هذا الشيء الضخم الضخم
أصلا كلمة ضخم لا شيء بالنسبة للسماء. حتى السماء القرآن الكريم يقول أنه الله عز وجل ما باشر خلقها. والسماء بنيناها بأيد. الله ما بنى ما خلق السماء هكذا بأيد وإنا لموسعون. ناهيك عن كلمة بنيناها وإنا، هذا ضمير المتكلم مع الغير، الله عز وجل لا يقول والسماء بنيتها، يقول بنيناها بأيد وإنا، لا يقول وإني، وإنا لموسعون. الآية التالية بعد هذه الآية، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. من أصغر شيء القطرة والأصغر من القطرة واسطة، إلى أعظم شيء السماء واسطة. الله عز وجل لا يباشر شيئا بدون واسطة. إذا قلنا الإمام هو حجة الله، هو الواسطة، هو المشرف، هو المسؤول، لا هذا شرك عجيب. ما لكم كيف تحكموا؟ أين العقول؟ أين التدبر؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ عنهم. أما عنا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به غيرنا. نحن نعتقد أبونا الأصلي الأساسي هو الإمام أرواح العالمين له الفداء، وأي أب مثل هذا الأب؟ من يعرف أبا بهذه الرحمة؟ الشفقة التي للإمام علينا أعظم من شفقة الأم الرحيمة على أولادها. هو الإمام أرواحنا فداه يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم. هو ابن ذلك الإمام الذي يقول إني والله لأحب ريحكم وأرواحكم. مع ما فينا مما نعلم، كرمه، لطفه، رحمته، كيف نعامله نحن؟ نعامل هكذا أب رحيم ودود عطوف رؤوف؟ هل نحن شيعة الإمام الموالون للإمام، هل نأنس بالإمام أرواحنا فداه؟ هل نتكلم مع الإمام ونحن نعلم أن الإمام يسمع ما نقول له، أن الإمام يرانا؟ في يوم الجمعة بالفعل نتكلم مع الإمام أرواحنا فداه كيوم من أيام الأسبوع،
هل نخاطبه بالفعل خطاب ابن لأب رؤوف وهو يعلم أن الأب يسمع؟ هل نخاطبه نقول عزيز علي أن أرى الخلق؟ ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى؟ هل ندعو للإمام كما ندعو لحوائجنا الهامة جدا؟ ندعو لفرج الإمام. هل نتصدق عن الإمام؟ الإمام لا يحتاج إلى دعائنا، نعم، ولكن واجبي أنا. لا يحتاج إلى الصدقة عنه، نعم، ولكن واجبي أنا. في يوم مولده هل نعقل عقيقة عنه؟ هل نتذكر آلام الإمام؟ هل نهتم برضا الإمام؟ هذا جدا جدا مهم، رضاه أن يكون راضيا عني. هل أهتم؟ قبل أيام شاب لعله عمره 14 سنة 15 سنة تقريبا لعله، قال لي بتأثر، قال لي: سيدنا، كيف أتمكن أن أرى وجه الإمام؟ مرة واحدة في حياتي. قلت له: ذاك توفيق عظيم، ولكن يوجد ما هو أعظم من ذلك، وهو جلب رضا الإمام، أن يكون الإمام راضيا عني. فلما قلت له هذه الكلمة أطرق برأسه وجرت دموعه على خده. أنا عندي هكذا نفسية؟ أنا بالفعل أهتم بهذا الشيء، أن يكون الإمام راضيا عني؟ أو بعضنا، بعيد عنكم إن شاء الله، يهتم برضا هذا وذاك ولا يهمه رضا الإمام؟ هكذا نعامل الإمام، أرواحنا فداء هذا الأب الرحيم الشفيق. أختم كلامي برواية شريفة فيما يرتبط بظهور الإمام أرواحنا فداه وببعض مواصفاته. الحديث الشريف عن الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه قال: قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان. ثم الإمام بيّن أوصاف له، أوصافه الجسمانية الشريفة: أبيض اللون، مشرب بالحمرة، مبدح البطن، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين، بظهره شامتان، شامة على لون جلده، وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله.
له اسمان، اسم يخفى واسم يعلن. فأما الذي يخفى فأحمد، وأما الذي يعلن فمحمد. شاهدي هذه العبارة: إذا هز رايته تحدث أشياء. بعض الروايات الشريفة تبين أن رايته تنير الأرض. هذه الرواية الشريفة فيها كلمة دقيقة تبين جانبا آخر: إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب. الراية تضيء ما بين المشرق والمغرب، هذا مذكور في روايات شريفة أخرى. هذه الرواية الشريفة تبين جانبا ثانيا. الإمام لا يقول في هذه الرواية الشريفة أضاءت ما بين المشرق والمغرب، أضاء لها ما فاعل أضاء، ما بين المشرق والمغرب يضيء. إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب. بقية الرواية الشريفة أيضا تبين جانب أو جوانب أخرى. راجعوا هذه الرواية الشريفة من أراد في كتاب كمال الدين المجلد الثاني صفحة 653، كمال الدين لشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. اللهم بحق هذا الإمام العظيم، إلهنا طالت غيبته، طالت مصيبته، طال انتظاره من 1188 سنة الإمام غائب. اللهم بحقه بمكانته بعظيم قدره، اللهم عجل له الفرج، اللهم عجل له الفرج. اللهم يا رب الحجة بحق الحجة، اشف صدر الحجة بظهور الحجة. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين. Oh.